جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. بالنسبة للمسلسل اللي تعدى على القناة الوطنية وردة وكتاب، هو حكاية عاد هذيك فينومي مسكين المسلسل هذيك، مسكين والله مسكين، بالرغم اللي فيه أسماء كبيرة في التمثيل، أسماء كبيرة، أسماء كبيرة ومهمة كما خالد بيسا والنبي حلوين وكل ما أفهم. شوف هذيك حكيته حكاية، ما عندها شوف شو تسأل زعما حكيته في نظرك أنت، شنو أسباب الفشل بتاعه في تقييمك أنت؟ من الأول ظهر فيش، من الأول من اللي قالوا باش نعمل وردة وكتاب والمخرج فلان وش باش 30 حلقة والدنيا قامت وما قعدتش، واعتصام جوع واعطيو للقدم، اعطيو للقدم نقدم ونقدم ما هيش حكايه امكانيات ولا حكايه امكانيات، خاطر نعرفوا احنا توا الميزانيه اللي تصرفت على المسلسل هذا برشا، معناها هنا ما عادش فما كلام على امكانيات. المسلسل الوحيد اللي خذا وقت تصوير معناتها اكثر من اي مسلسل اخر، عندهم 6 شهور ولا 7 شهور يصور، 28 جمعه بالضبط، 7 شهور. 7 شهور هذه عمرها ما صارت في تاريخ اخرى. وانت الخطا والفشل الفظيع هدايا مش من حقه الحقيقه، غلطه كبيره، غلطه. جوهر افلام، جوهر